استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم عائلتي الشهيدين الملازم أول حمد خليفة الكبيسي والوكيل أول آدم سالم نصيب، واللذين استشهدا خلال تأديتهما للواجب الوطني السامي ضمن قوات التحالف العربية المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة إثر العمل العدائي الغادر الذي تعرضوا له. وقد أعرب جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة رعاه الله لأسرتي الشهيدين عن خالص التعازي والمواساة لاستشهاد أبنائهم الأبرار أثناء قيامهم بواجبهم الوطني السامي ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضارعا جلالته إلى المولى تعالى أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهما فسيح جناته مع الشهداء والصديقين، ويلهم ذويهما جميل الصبر والسلوان ويمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدا أيده الله أن كل واحد من شهدائنا الأبطال هو موضع اعتزازنا وهم فخر لأسرهم وذويهم وإخوانهم في السلاح، حيث وهبوا أرواحهم فداء لوطنهم لتظل راية البحرين خفاقة شامخة بين الأمم، كما سطروا تاريخا مجيدا من البطولات خلدت أسماءهم وأسماء أسرهم فكانوا فخرا لوطنهم ولأهلهم، وأن الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين شرف عظيم. ومؤكدا جلالته أن تضحيات شهداء الوطن ستبقى محفورة في ذاكرتنا الوطنية بأحرف من نور، وأن ذوي الشهداء لا يقلون بطولة عن أبنائهم الأبرار في صبرهم وثباتهم ووطنيتهم الصادقة، داعيا جلالته الله جلت قدرته أن يرحم جميع شهدائنا الأبرار ويجزي أهلهم وذويهم خيرا ويحفظ وطننا العزيز ويديم عليه أمنه وعزه ورخاءه. هذا وقد رفع أهالي الشهيدين عميق الشكر والامتنان والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله على تعازي ومواساة جلالته لهم مما كان له أطيب الأثر في نفوسهم، مبتهلين إلى الباري جلت قدرته أن يحفظ جلالته ويوفقه ويرعاه ويمتعه بموفور الصحة والعافية، معربين عن فخرهم واعتزازهم بأبنائهم الشهداء وكافة شهداء الوطن الأبرار.